من جهة ثانية، احتفل المعهد الكليريكي بمرور 170 عاماً على تأسيسه وبالرسامة الشماسية للشدياق عبد الله الياس دبابنة على يد غبطة البطريرك بتسبالة وبحضور عدد من المطارنة والأباء الكهنة وعائلة الشماس دبابنة الذين قدموا من الأردن للمشاركة في الاحتفال. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. أقيم قداس شكر في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة بمناسبة 170 عاما على تأسيس المعهد الإكليريكي للبطركية اللاتينية، أيقونة المعاهد في الأرض المقدسة ومنارة علم قلب الأبرشية النابض. هذا الصرح العريق الذي خرج مئات الكهنة وعشرات الأساقفة 170 عاما وما زال العطاء مستمرا. وأيضا تزامن الاحتفال بالرسامة الشماسية الإنجيلية للشدياق عبد الله دبابنة ابن مدينة مادبا في الأردن، حيث ترأس القداسة صاحب الغبطة البطريرك بيير باتيستا بتسابالا بطريرك القدس للاتين، وبمعاونة حشد كبير من الأساقفة والمطارنة والكهنة والأساقف الأجلاء المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي في القدس والمطران جمال خضر النائب البطريركي في الأردن وأصحاب السيادة المطران بولس ماركوتسو والمطران يوسف متى والمطران الياس شقور والأب ناتالي والأب عفيف مخول نيابة عن مطرانية الموارنة ورئيس المعهد الإكليريكي الأب برنارد بوجي والعائلة الإكليريكية والأم صوفي حتر والأم ريتا كركر وعدد كبير من الآباء الأجلاء والراهبات من مختلف الكنائس من فلسطين والأردن وبحضور المؤسسات الكاثوليكية وممثلي المؤسسات الرسمية في الأراضي المقدسة وسفيرة فلسطين في تشيلي الأستاذة فيرا بابون وجمع المؤمنين والجوقة التي أحيت القداس الاحتفالي. وخلال القداس أقيمت رتبة السيامة وبعدها استلقى المنتخب أرضاً بكل خشوع وتليت طلبة جميع القديسين وبعدها دنا الشماس من البطريرك ليضع يديه على رأسه وصلاة التكريس، ثم تم تلبيسه البطرشيل والدلماتيكا من قبل الإشبين الأب عيسى حجازين، كما وتم تسليمه كتاب الإنجيل المقدس ومباركته وسط زغاريت الأهل والأحبة وبفرحة عمت قلوب الجميع. وبعد الانتهاء من القداس الاحتفالي أقيم حفل استقبال وتقديم التهاني للشماس عبد الله ولذويه ولأسرة المعهد الإكليريكي، وأيضا أقيمت احتفالات في ساحة المعهد في جو ساده الفرح والمحبة والعطاء لولادة شماس جديد واليوبيل 170 عاماً على تأسيس المعهد الإكليريكي للبطركية اللاتينية. Deacon consecration is always a beautiful event for the church because means that God is sending again vocation to our church with these blessings and also encouragement for the seminarians for the families to send more vocation to our church. فمن هون من الأرض المقدسة منقول لشماسنا الحبيب ألف ألف مبروك، منقول لإدارة ومعهد هذا الصرح الكبير إلى الأمام دوما لسنين كثيرة، لغبطة البطريرك والأساقفة الموقرين ألف مبروك الشماس الجديد على الكنيسة. من هون من الأرض المقدسة منقدم تحية كمان للأردن الحبيب، لجلالة الملك، لكل الذين يعملون في خدمة شعبنا يلي هو من هون من الأرض المقدسة، هون إن كان هون إن كان في الأردن كان في سوريا إن كان في لبنان. ربنا باركوا جميعا، بركة ربنا بهاي المناسبات يلي بتجمعنا نحو الميلاد المجيد المبارك. كل عام وانتم بخير، ألف مبروك لشماسنا ولجميع، أهلا وسهلا فيكم. شكر لله أولا على هاي النعمة اللي فعلا ما مستحقها، شكر لعيلتي أبوي أمي إخواني عماتي خالاتي كمان خالي، وبشكر كل حدا جد ساهم بأي إشي صغير بحياتي. جا
جد شكرا كثير. الشكر الأكبر كمان لعائلتي الصغيرة هنا، عائلة السمنير اللي كانوا معاي بكل خطوة من خطواتي، واليوم لولاهم الاحتفال مستحيل كان أن يكون موجود. جد شكرا كثير لكل حدا فيكم، شكرا للتغطية الإعلامية، شكرا لكل موظف، كل شخص كان في السمنير، كل معلم، كل معلمة. جد شكرا، شكر كبير لكل حدا، شكرا لكل حدا إجا مسافات بعيدة لحتى يشاركني هاي الفرحة. جد شكرا كثير. بعد 177 عام من تأسيس المعهد الإكليريكي نحتفل اليوم الروح الدائما الجديدة في هذا المكان، المكان اللي فيه دائما بيولد كهنة جدد من أجل خدمة شعب الله المقدس، من أجل خدمة الأرض المقدسة. ولذلك اليوم في عنا احتفالات بهيجة بمناسبة 170، ولكن أيضا بمناسبة رسام الشمسية لأخونا عبد الله دبابنة. إحنا بنشكر ربنا كتير كتير على هيك نعمة، إنه في عنا نعمة زي هيك بالبيت. فمنقول للمعهد الإكليريكي كل عام وانت بألف ألف خير، وألف ألف مبروك لشماس عبد الله. مرقص للحرية دارك عبد الله، مرقص للحرية. من نورسات مارلين الحدوة من باحات المعهد الإكليريكي بيت جالة.